اللعب حلوة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أمريكا نجحت في أن هي تقلب الدول الغربية في مواجهة روسيا وبدأت تخترق أو تقترب من الحدود الروسية من خلال أوكرانيا النتيجة النهاردة وبالأمس نجحت روسيا في أن هي تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية بالغواصات النووية إلى درجة أن هي دفعت البنتاجون أن هو يعلن حالات الطوارئ في مواجهة التحركات الروسية حيث بدأت الغواصات النووية والتدريبات النووية الروسية بالتنسيق مع كوبا بالقرب من الحدود الأمريكية بدأوا مع بعضهم يعملوا نوع من التدريبات على الأسلحة النووية وقالت كوبا لا يا جماعة بصوا أو تتصوروا أن في أي نوع من الاخطار بخصوص التحركات الروسيه على الحدود الامريكيه ده كل ما هنالك ان مجرد تحركات رسميه بسيطه عاديه خالص. طبعا النجاح الروسي في الاقتراب من الحدود الامريكيه لم تسلط وسائل الاعلام الغربيه الضوء عليه بالمره والا هتبقى فضيحه لامريكا. حاليا العلاقات متوترة ما بين كوبا وما بين أمريكا الكلام ده منذ عدة سنوات نجح فلاديمير بوتين في أن هو يعزف على وتر الخلافات دي بحيث أن هو وطد العلاقات ما بينه وما بين كوبا دولة كوبا اللي كانت هتولع الحرب النووية في العالم ما بين الاتحاد السوفيتي القديم وما بين أمريكا أزمة الصواريخ النووية او الصواريخ السوفيتية النووية في قلب كوبا الا ان العالم كله طبعا التقط الانفاس عندما تم حل هذه الازمه يا ترى هيقدروا او العالم هيقدر يحل الازمه المتفجره حاليا ما بين امريكا وما بين روسيا على العموم خلونا نتوقف عند التفاصيل تفاصيل تطورات الموقف والتوترات الاخيره خلال الحلقه ديت لكن قبلها كما تعودنا مع بعضينا شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل انا احمد عبد الهادي وانت من حقك تعرف <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بحضراتكم. وصلت أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوبا، حيث سترسل مدة خمسة أيام. وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية قالت في بيان ليها إن السفن ديت لا أسلحة نووية فيها، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديد للمنطقة بالمرة. أه، أمال تقولها تعترف إن هي تمثل تم التهديد وبعدين هو كوبا من حبها في أمريكا فهي حريصة على الالتزام بالمواثيق الدولية ما بينها وما بين أمريكا وأوضحت أن هي زيارة تحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تلتزم بها كوبا وتستجيب لعلاقات الصداقة التاريخية بين هافانا وموسكو طبعا تقع أقرب نقطة في الولايات المتحدة الأمريكية وما بين كوبا على بعد حوالي 160 كيلومتر فقط لا غير مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك قال هذه السفن لا تشكل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية طيب عظيم ما بتشكلش ثم تهديد؟ آه ولفت في الوقت نفسه إلى أن هذا الأسطول يضم غواصة تعمل بالطاقة النووية وهو أمر لم تكن تمتلكه الأساطيل التي جاءت إلى كوبا من قبل ده أول مرة تيجي غواصة نووية لكوبا طبعا الشهر اللي فات كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل كان زار العاصمة الروسية موسكو حيث حضر مع الرئيس فلاديمير بوتين العرض العسكري اللي أقيم بمناسبة انتصار السوفيت على النازيين سنة 1945 وأصبحت العلاقات ما بين روسيا وكوبا أوثق منذ لقاء سنة 2022 بين الرئيس الكوبي وفلاديمير بوتين وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في مايو الماضي تمنى الزعيم الكوبي لروسيا النجاح في حربها ضد اوكرانيا الشهر اللي فات تمنى لروسيا انتصارها على اوكرانيا طيب ما هي روسيا ما بتحاربش اوكرانيا لا مؤاخذه هي بتحارب امريكا وبتحارب دول الناتو وبالذات بتحارب امريكا وبالتالي هو تمنى الانتصار الروسي على الجانب الامريكي هل معنى ذلك أنا هتمنى الاستقرار لأمريكا وأنا بيني وبين أمريكا توترات بشكل غير عادي. وقد ظهر أسطول بحري روسي كوبا عام 2019 في حين تصاعدت التوترات بين هافانا وواشنطن بعد وصول الجمهوري دونالد ترامب اللي هو سنة 2017 2021 إلى السلطة. وتفرض واشنطن منذ أكثر من ستة عقود من 60 سنة حصارا ماليا وتجاريا على كوبا. عززه دونالد ترامب بادراج بادراج الجزيره ضمن قائمه السوداء للدول الداعمه للارهاب، يعني في توترات بشكل غير عادي ما بين كوبا وما بين امريكا. طب وبناء على ما سبق ذكره تفتكروا حضراتكم كوبا هتعترف بان هناك ثمه اسلحه نوويه موجوده فوق الاسطول الروسي هل هتعترف بذلك؟ بعض الناس هتقول ايه؟ طب امريكا عبر الاقمار الصناعيه وعبر الرادارات بتاعتها تقدر ان هي ترصد ذلك، لا طز. وانتم مش واخدين بالكم ان احنا كنا بثينا عده حلقات بخصوص الاسلحه وبخصوص التطوير اللي عملته روسيا في الغواصه بتاعتها، في الغواصات النوويه بتاعتها اللي مضمونها ان كل الرادارات ما تقدرش ان هي ترصد اي نوع من الاسلحه موجود داخل الغواصات ديت وتنجح في ان هي بتتخفى وتوصل لاقاصي العالم دون ان ترصدها اي رادارات بالمره وبالتالي امريكا ما تقدرش ان هي تعترف ان هي مش قادره تعرف الاسلحه الموجوده فوق الغواصات وقد ابقى خلف الديمقراطي جو بايدن كوبا على هذه القائمه اللي هي قائمه الدول الراعيه للارهاب ولم يعدل بشكل جوهري العقوبات المفروضه عليها وزاره الدفاع الروسيه قالت ده طبعا بيان بالامس قالت ان المجموعه الهجوميه بما في ذلك الغواصه اللي بتعمل بالطاقه النوويه اللي وصلت كوبا والمسلحه بصواريخ كروز من العيار الحديث تتدرب على استخدام اسلحه عاليه الدقه معنى ذلك ايه؟ ده جزء من التدريبات ساعدتك على الحرب النوويه القادمه وبتتدرب في حدود أو على حدود أمريكا يعني معنى ذلك بالقرب من الحدود الأمريكية بدأت تشتغل واحدة بواحدة أنت بتتدرب على الحدود بتاعته وبدأت تتدخل في الشأن الأوكراني شكرا جزيلا أنا بالتنسيق مع كل الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيين اللي زي كوبا بنعمل تدريبات وبنحترم المواثيق الدولية ولا هو حلال ليك حرام علينا طبعا فلاديمير بوتين قبل الزياره البحريه لكوبا كان حذر من رد روسي محتمل رد روسي على كل التجاوزات النيتويه في قلب اوكرانيا حيث قال الرئيس الروسي اذا قام الغرب بتزويد منطقه العمليات القتاليه في قلب اوكرانيا بالاسلحه ودعوا الى استخدام هذه الاسلحه ضد اراضينا فلماذا لا يحق لنا ان نفعل نفس الشيء يعني انتم بتدعموا اوكرانيا بالاسلحه وبتحاولوا تتحركوا ضد السياده الروسيه <applause> واحنا كمان لماذا لا نفعل نفس الشيء قال الكلام ده من فتره قريبه فاعقبها مباشره وصل الاسطول النووي الروسي للاراضي الكوبيه على الحدود الامريكيه شوفوا حضراتكم ادي الخريطه قدامكم اهي ادي كوبا والاسطول الروسي وصل هافانا اللي هي العاصمه الكوبيه وادي الولايات المتحده الامريكيه. هنا اقرب نقطه هنا على بعد 160 كيلومتر ادي كوبا وادي الولايات المتحده الامريكيه. وادي حضراتكم هتشوفوا هنا ادي اوكرانيا اللي فيها العمليات المتفجره من حوالي سنتين وادي الاراضي الروسيه. انت لعبت في المنطقه ديت ضد روسيا وعلى الحدود الروسيه انا هنا بدات العب لك في نفس المنطقه الداخليه بتاعه سيادتك على حدود الولايات المتحده الامريكيه انت بدات تنشر اسلحه نوويه اللي هي امريكا بدات تنشر اسلحه نوويه في بعض الدول الاوروبيه هنا سواء اذا كان في النمسا او بولندا او رومانيا وشركائها ايضا روسيا نشرت اسلحه نوويه في المنطقه ديت اللي هي روسيا البيضاء على حدود بولندا وعلى حدود دول الناتو الجماعة الكبار طبعا بدأوا يتصدموا مع بعضهم فوق أراضي الغير طبعا المسألة دي ات... أو أعتقد إحنا بنعيش توترات اللحظات الأخيرة قبل الانفجار يا إما العالم كله هيبدأ يستقر مرة تانية بحيث يسيطر على العالم عدة قوى كبرى ويتم الاطاحه الى الابد بالقوه الامريكيه من فوق قمه العالم يا اما هيحدث الانفجار الكبير ووقتها هنقول ربنا يسترها لان الوضع فعلا متفجر جدا وبشكل غير عادي لاول مره في تاريخ كوكب الارض. <applause>